بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
سبحان الله